ايوه يا حبيبي، ايوه لكن الشيء هذا بتعيش هاي الايام اللي هي الميديا اللي فيها تمام. فكل هذا بحاول قد ما الصوره برافو عليك مع العائله مع دائما بشكل جميل مع الضرر طبعا. بس يعني هي هاي الصوره يعني جزء من الثاني بس طبعا. بس الحقيقه انه هذول الناس كلهم اللي بنشوفهم على الميديا الان عارف عاملة زي ايه؟ كلامك صح طبعا. عاملة زي ما طلعت تقليعة من فترة كده ان كل الناس تقول لبعض كل سنة وانت طيب بالناس بتعيد ميلادك. وتتفرج على شكل التورت اللي بتتبعت على الفيسبوك حاجة يعني وتورت غالية اسم الصليب يعني بتلتها 10 متر. بس ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش حتة يعني لو واحد ادى واحد حتة شوكولاتة كده تبقى افيدنا. فاحنا احيانا بنعيش حاجه اسمها دبل لايف او فيك لايف اللي هي ان انا زي ما انت قلت كده اهم حاجه عندي الصوره اللي الناس شايفاها ايه. وممكن قوي قوي يكون اتنين واحد ومراته متخانقين بس ينزلوا حب في بعض على الفيسبوك. لا حقيقي يعني انا اقول لك حاجه، لما بلاقي واحد مزودها قوي ومراتي ديت وهي الكنز اللي في حياتي وهي ما اعرفش ايه، بعرف ان يعني بينهم مصيبه. ما هو كده هي كده. طيب دي نقطه حلوه قوي. ايه تاني؟ ايه تاني؟ ايه تاني؟ مين عايز يقول حاجه على الصوره دي؟ طيب في حد من الناس اللي على الجيتسي يحب يقول حاجة؟ اتفضل. اللي حابب يقول حاجة على الجيتسي اتفضل. سامعك اتفضل. كنت بقول يعني صورة سليم بيه هو الانسان يعني هو شكله حلو كل حاجة بس هو برافو عليك برافو عليك برافو عليك. حته السيلف استيم دي يعني حاجه انا شايف نفسي ازاي مش الناس شايفاني ازاي. الحاجه الثانيه انه اللي عنده لو سيلف استيم زي ما هنشوف بعد شويه يهتم قوي 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 ويتاثر قوي قوي براي الناس. على الرغم ان الانسان السوي ما يفرقش معاه الناس بتقول ايه، عنده كلام الناس ايه بقى زي الساعه، ماله بقى لا يقدم ولا ياخر، هو عامل زي الساعه فعلا. طيب حد تاني حابب يقول حاجه على الصوره دي؟ اي معلش ممكن تقلب لنا الصوره الثانيه. الصورة دي بصراحة حد من الخدام بعتها وقال أنا نفسي نتكلم على الموضوع ده. فأنا من غير ما أعرف هي بتفكر في إيه، فأنا قلت لها طبعا موضوع السيلف استيم ده خطير قوي. وبعدين قلت لها طب ما دي نظرتي أنا للصورة إن دي سيلف استيم سيلف استيم، بس ممكن هي كانت عايزة حاجة تانية. وبعدين فوجئت إنه أه فعلا كله متفق إن دي سيلف استيم. شايفين فيها إيه دي بقى؟ أنا هسمع فيها كلام كتير قوي. كلمني كريستين الأول. ايه رايكم في الصوره دي؟ ممكن ممكن قوي حته السيلف استيم بتاعتها ضعيفه. دي نظره. ايه تاني؟ تسوني مش موافقه على الكلام ده. قولي بقى ايه تاني؟ برافو عليك برافو عليك. ما هي كده. عارفين السيلف استيم ده بتوع علم النفس يقولوا ايه؟ يقولوا ان السيلف استيم ده تقريبا تقريبا العمود الفقري بتاع كل المشاكل النفسيه. ولما يتكلموا على حته الابيوز، لو في واحد مثلا مسيطر على واحده او حد مسيطر على حد وقاعد يأنب فيه ويقلل من شأنه ويقعد يحط منه وبتاع، بيبقى الانسان حاسس ان هو محبوس. اما هنا طبعا حابسينها في لمبه، بس هو بيبقى محبوس في حاجه تانية خالص، محبوس في دنيا ضلمه كده وريحتها وحشه وحاجه صعبه.
وبيبقى ما عندوش الشجاعه حتى يكسر. يمكن انا ليه قلت دي سيلف استيم زي ما تاسوني قالت اناف از اناف، اللمبه انا لو عملتها بداخل كده هتتكسر. ومشكله الابيوزر انك انت تقدر تبريك السايكل دي بمنتهى البساطه، تقول له اناف از اناف، ما تقولش عليا كده، ما تعمليش بالاسلوب ده، مش هقبل كده، وتخرج من ايه؟ من الحادثة اللي انت محبسها. البنات والستات سواء كانوا بنات صغنطتين او ستات في اعلى المناصب، عندهم حلم في حياتهم ان هم يبريك الايه بقى؟ بريك الجلاس. بريك الجلاس ده يعني ايه؟ ده كونسبت كده برضو بيتكلموا عليه في عالم السوشيال لايف وعالم البيزنس، ان البنت او الست توصل لدرجة تحس فيها ان عندها مساواة مع الراجل. يعني لما هيلاري كلينتون كانت مترشحة لرئاسة امريكا مثلا، كانت مجهزة ان الحفلة اللي هتحتفل فيها جوه مكان واخره فيه سقف اسمه جلاس سيلينج، بحيث انها تعمل ايه؟ تقف على اعلى حتة وتلمس كده السقف ده وتقول انا اي بروك ذا جلاس سيلينج، انا اول سيدة تبقى رئيسة امريكا. بيني وبينكم الجلاس سيلينج ده ايه؟ قش. والجلاس سيلينج ده مش موجود في الحياة، بس للأسف ممكن الرجالة، ممكن المجتمع، ممكن الرجالة وممكن المجتمع يحطوا الجلاس سيلينج ده والست ما تقدرش توصل. اتفضلي بنتي اهديها تاني بقى، قولي يا بنتي اتفضلي قولي. برافو عليك برافو عليك. هي لما فكرت خدت ازاي الحاجات المليانه اللي جوانا بنبص على طول الفاضي. برافو عليك، انت كده ربطتي الاثنين ببعض. هو السيلف ستيم بتاعه الصوره اللي فاتت اللي ما فيش مخ دي علاجه فين؟ ان انا اكسر الجلاس. بس هكسره امتى؟ لما اعمل تجديد لايه؟ للذهن. عشان كده برضو سوري في الكلمه، كل بتوع علم النفس يتكلموا عن السيلف ستيم بالذات ويقولوا فيه نظريه اسمها سي بي تي. سي بي تي دي اللي هي كوجنيتيف بيهيفير، انه ازاي الواحد يغير اسلوبه عن طريق تغيير الايه؟ الفكر. لو البنت دي قالت لا اصل الازاز صعب مش هقدر اكسره، او لو قالت انه اصل انا ممكن لو كسرته اتعور، هو في خطوره انها ممكن تعور؟ ممكن، بس هي المشكله تعويره صغيره في سبيل الحريه. واخدين بالكم ان دي خطيره خطيره. حد تاني يحب يقول حاجه؟ طيب الصورة دي ممكن نقعد فيها خمس ساعات، بس طبعا مش هنقعد خمس ساعات. اتفضل حبيبي. برافو عليك. برافو عليك، ممكن قوي. برافو عليك، يعني ممكن اول واحد يكون حاسس ان هو حته فتيله قد ايه؟ صغيره خالص. وفتيله اللمبه اللي انتوا شايفينها دي فتيله لو مسكناها بصباعنا الصغير انها تتقطع. ممكن يحس ان هو ضعيف، على الرغم من ان هو اهم حاجه في اللمبه. وعلى الرغم ان هو تاثيره مش بس في حيز اللمبه، لكن في ايه؟ في كل المحيط. ممكن قوي زوجه يكون جوزها محسسها ان هي ملهاش لازمه، ان هي ملهاش قيمه، ان هي ضعيفه، ان هي مش عارف ايه، على الرغم ان هي سبب النور اللي في حياته. ونورها ده مش بس نورها عليه، لكن ده نورها على البيت كله. مش كده ولا ايه؟ طيب في حد في الجماعه بتاع الجيتسي عايز يقول حاجه؟ اتفضلي يا بنتي. سلام يا صبري. سلام يا بنتي اتفضلي. دي حته جديده وجميله، بس انا هقولها بقى بلغتي. هقولها بلغتي بقى. هي تريز بتقول ايه؟
بتقول ممكن قوي يكون زي ما احنا شايفين انه اللمبة مش متوصلة بالكهرباء والضوء اللي جاي من بره. ممكن قوي زوج، انا ليه مركز على الزوج؟ اصل بينه وبينكم السلف استيم غالبية الاحوال بيبقى له سلف استيم في الغالب بيبقى عند الستات بسبب معاملة الرجال 90% كده. ممكن قوي زوج يكون جايب مراته في حياته وبعدين يقول لها ايه انت عامله زي البنت اللي في اللمبه دي، هو انت مش منوره لنا البيت ليه؟ ويقعد يعني اقول ايه يطلع عينيها ويلومها ويحسسها بالجلد ان هي مش منوره، هو انت ليه مش منوره لنا الحياه؟ وتبقى الغلطه اصلا فين؟ هو مش مركبها في الكهرباء، هو مش مديها مصدر تديله فيديو، مش مديها ريق حلو. ما طبختيش ليه النهارده؟ طب هو حضرتك سبت لنا فلوس مثلا؟ ما الثلاجه مليانه بس احنا صمنا خلاص، مفيش حاجه افطار يعني، مفيش حاجه صيام. اقصد ايه؟ اقصد الحياه عباره عن مشاركه. ما تلومش شريك حياتك ان حياتك مطفيه وانت قصدك سبب الطفيه دي، مش عامل اللي عليه. واخدين بالكم ان دي خطيره. دي خطيره قوي قوي. عارفين بقى المشكله الرهيبه هيحصل ايه؟ لو هناخدها مش على السيلف استيم لكن هناخدها على الفاميلي ستراكشر بقى. واحد محسس شريك حياته ان هو مصدر العكنانه في حياته. او ان هو منعه من الفرح والنور و و ايه اللي هيحصل؟ انا زي البنت دي. هتسيب له الحياة وتكسر اللمبة وتطلع بره حدود البيت. مشاكل أسرية كتير قوي بتحصل والسبب الأساسي فيها إيه؟ حتة الجلد. في ناس تتمزج قوي بتحس اللي قدامها إنه مقصر. على رغم إن اللي قدامها ده ممكن يكون طالع عينه، ده من حاجات كتير قوي. رجالة أو ستات. بس في الغالب بيبقى دايماً الراجل هو اللي بيعاكن على الست، في الغالب يعني. Anyway، حد عنده تعليق تاني على الصورة دي؟ صورة خطيرة، أنا بصراحة عجبتني جدا أول ما شفتها. طيب لو كده خلصت الصور، معلش يا بنتي افصلي بقى أنت الشير وأنا هشير السكرين بتاعتي. يا رب شير السكرين. هل انتوا شايفين الصورة بتاعت كده؟ طيب بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. زي ما اتفقنا هنتكلم النهاردة على موضوع اسمه سيلف استيم او ثقة بالنفس. الموضوع ده انا كاتب قبل كلمة healthy سيلف استيم، لان السيلف استيم ده او الثقة بالنفس لو قلت يبقى عندنا صغر نفس، ولو زادت يبقى عندنا ايه؟ غرور وكبرياء وحاجات صعبة. سيلف استيم احنا هنتكلم عنه في مقدمة سريعة بس مش هناخد الفيديو، هنكتفي بالكلام كل حلو على الصور اللي شفناها. هنتكلم على تعريف الثقة بالنفس وأهمية الموضوع دوت، وهنتكلم ازاي الثقة بالنفس بتأثر في التواصل، فن التواصل بين الناس وبعض. وبعدين هناخد حاجة اسمها healthy سيلف استيم، نتكلم على صغر النفس والغرور. وبعدين اذا ربنا سمح وكفى النهارده هناخد مبدا كده اسمه ست قواعد لبناء ثقه بالنفس. ما سمحتش الظروف ناخدها مره تاني. موضوع الثقه بالنفس ده ممكن نفتح فيه نقعد ناخد 50 مره، بس طبعا مش هديك 50 مره، لكن هناخد مره 2 3 بالكتير. ولو اي حد فيكم حس انه حته الثقه بالنفس عنده مهزوزه شويه، ممكن دي برايفتلي بقى ناخد سيشنز برايفتلي كده نعرفه ممكن ازاي يرفع الثقه بالنفس. المراجع اللي احنا هنتكلم منها، في مرجع الحقيقه مش موجود هنا بس هو مرجع مهم قوي، يتكلم على حته السي بي تي ده. والمرجع ده صراحه كان بتاع تصويري، كانت عامله عليه محاضره او برزنتيشن من فتره وانا استفدت منه جدا الحقيقه.
بس انا لما راجع المحطوطه دي عشان كنت محضر المحاضره دي مثلا من سنه او حاجه ما لحقتش احط المرجع الجديد. ففي مرجع اسمه 10 مفاهيم للبابا شنوده، وفي مرجع اسمه 10 مبادئ لبناء ثقه بالنفس، ومرجع تاني بيتكلم على ثقه بالنفس وازاي هي العمود الفقري بتاع علم النفس كله، والمرجع الاخير ده اللي هم 6 قواعد او 6 اعمده نبني عليهم الثقه بالنفس. واهم مرجع لينا احنا كمسيحيين وكاقباط هو الكتاب المقدس. استغرب ان الكتاب المقدس اتكلم على الثقه بالنفس دي بكل الكلام الحلو اللي انتوا قلتوه بس في ايات جميله. تعال نشوف مع بعض، يا ترى لو جيت اسال واقول حد يعرف لي ايه هي الثقه بالنفس، او لما انا بتكلم على الثقه بالنفس بيجي في دماغك ايه؟ لو في حد حابب يشارك يقول هو في ذهنه كده الثقه بالنفس دي معناها ايه، او شايفها ازاي، او احتك بيها فين، او ممكن نشوفها في ايه، يعني افرح ان انا اسمع. لو حد بس يحب يقول يبقى ياخد مايك ويكمل. ايه هي الثقه بالنفس؟ الكلمة معرفة نفسها، هي قدرة الإنسان على إن هو يحس بقيمة نفسه بغض النظر عن إيه بقى؟ بغض النظر عن عيوبه أو ظروفه أو رأي الناس فيه. أهم ميزة تميز الإنسان الواثق بنفسه إن الإنسان ما بيتغيرش حالته النفسية ولا الروحية بسبب مين قال ايه ومين ما قالش ايه. ودي اول ايه انا احب اشارككم بيها. انجيل بيحذرنا يقول لنا من يرى اذنيه فيما يقول الناس عنه انه يسمع عبده يسب، عبده اللي هو اللي شغال عنده في البيت، يعني يحط ودانه هي الناس بتقول عليا ايه. دي مشكله لانك هتسمع الاساءه من اقرب الناس ليك، او مشكله لو الناس حست انك انت واحد بتتبسط او مديح هيشبعوك مديح بس في وشك، او مشكله انك انت تكون حاسس انه حالتي الروحيه وحالتي النفسيه وحالتي المعنويه هتعتمد على الكلمه الحلوه. ودي مش معناها ان احنا ما نقولش كلام حلو، لا، معناها ان انا ما اربطش الحاله بتاعتي الناس بتقول عليا ايه. فدي اول نقطه في موضوع الثقه بالنفس. الثقة بالنفس دي زي ما قلت لكم هي العمود الفقري بتاع الاستقرار النفسي. الطفل وهو صغير لو ما ربناش فيه الثقة بالنفس اطلع طفل جبان، اطلع طفل مش عايز ياخد خطوة لقدام، هيطلع طفل كل ما هتحطه في حتة هيدور فيها على what can go wrong. شفتوا البنت اللي كسرت الازاز وطلعت من اللمبة دي؟ what can go wrong؟ ممكن تتعور. طب ايه المشكله ما تتعور؟ مفيش حاجه. عامل زي ماما لما تيجي ماسكه ابنها وبعدين تسيبه تقول له امشي لوحدك. كنت بحكي امبارح انت سبتيني ليه؟ طب هقع. طب ما تقع مش هتموت. انت هنا بتربي في الطفل حاجه اسمها ايه بقى؟ ثقه بالنفس، وايه كمان؟ وروح الاقدام والاعتماد على النفس والمغامره. تخيلوا دول فجأة اتجوزت واحد ما عندوش ثقة بنفسه. سوري يعني سوري مش هيبلع منها. مش هتحس ان هي متجوزة راجل بياخد قرارات. الانسان اللي عنده عدم ثقة بالنفس دي سوري في الكلمة ما يملاش عين حد. طب ايه رأيكم لو قعدنا ننفخ في حد ثقة نفس لدرجة ان جاله حاجة اسمها inflated self-esteem. ده ما يملاش عينه حد. ايه الفرق بين الانسان الضعيف الشخصيه والانسان النرجسي؟ هي شعره اسمها الثقه بالنفس. ده الثقه بالنفس عنده قليله، ده الثقه بالنفس ايه؟ بزياده. تمام كده؟ اول حاجه السيلف استيم ده او الثقه بالنفس دي تشبه شويه لحاجه اسمها احترام الانسان لذاته. قريبه قوي من المستوى الكونفيدنس، يعني الثقه في قدره الانسان على اتخاذ القرار، قدره الانسان على ان هو يبقى عنده حاجه اسمها الاقدام، يعمل حاجات ممكن يعملها لاول مره بس يكون عارف
ان انا عندي القدرة بنعمة ربنا. حد يقول لي ايه اسمها عندي القدرة بنعمة ربنا؟ استطيع كل شيء. ايه بقى؟ المسيح يسوع الذي ايه؟ دي الثقة بالنفس اللي نجيب لك عليه. بيقول لك خلي عندك ثقة بالنفس، بس ثقتك بنفسك مش مبنية على سيلف سنترد، مش تحوصل حوالي النفس، لكن مبنية على ثقتك في مين بقى؟ الله اللي معاك، الله اللي هيرسلك ومش هيخليك تفشل، الله اللي فعلا هيديك روح النجاح مش روح الفشل. مين يقول لنا الآية؟ إن الله لم يعطينا روح الفشل، بل روح إيه؟ الإنسان اللي عنده حتة روح النجاح دي إنسان واثق بنفسه. ممكن جدا تلاقي إنسان يقعد يحسب حسبة 2-3 وبعدين ياخد قرار، والقرار ده يكون فيه ريسك. وممكن إنسان تاني يكون شايف إنه لا مفيش ريسك، بس أبو ريسك ده ياخد قرار ويبقى عارف إن فيه ريسك بس يكسب من وراه حاجات كتير قوي. والإنسان التاني اللي قاعد فجلان خايفان مستخبي، حتى لو مفيش ريسك يطلع لك ريسك من أي حتة، حتى لو ما فيش خطر يفترض خطر في أي حاجة. مين يقول لنا الآية اللي بتقول إنه قال الكسلان إيه؟ الأسد في الطريق. في آية كده بتقول إنه قال الكسلان الأسد في الطريق، يعني إيه؟ في مصيبة هتحصل يا عم، خد الخطوة يا سيدي، اسمع الكلام يا. طب ما هو أي خطوة فيها خطورة. فتيجي النقطة الثانية وهي إن الثقة بالنفس تخلي الإنسان ياخد قرار حتى لو القرار ده فيه شيء من إيه بقى؟ شيء من الخطورة. إيه؟ يا ريسك، بس ريسك إيه بقى؟ محسوب وأقدر أتعلم منه حاجة. كتير قوي ما يجي حد يقول أنا عايز آخد قرار، بقول له طيب شوف وربنا يبارك في قرارك، بس في الآخر خالص بقول له إيه؟ بقول له طب عايز نصيحة؟ أيوه، قلت له أعمل حسابك what can go wrong، اللي هي بيسموها في البيزنس the worst case scenario، ايه اسوأ شيء ممكن يحصل، ولو اسوأ شيء ده حصل انا اقدر استحمله ولا لا. لو لقيت نفسي استحمله طب خلاص، ايه المشكلة؟ تمام. هو ايه اللي خلى واحد يبقى بيزنس مان وعنده ملايين، واحد تاني قد النهاردة؟ عارفين ناس زي مثلا يعني بيل جيتس ومثلا ستيفن جوب وايلون ماسك والناس دي، الناس دي كلها خدت قرارات ممكن اول واحد يحس انه فيها شيء من الجنون، وممكن اول واحد يحس انه. قريت مره بعمل كنت محاضره للشباب عن حاجه اسمها مفهوم النجاح، فجبت لهم شويه حاجات كده، حاجات من اللي هم يعرفوها عشان يقدروا ريليت يعني. فمن ضمن الحاجات ديت في اتنين قاعدين مره يفكروا، فقالوا ما تيجي نعمل شركه تصنع كمبيوتر كده، بس بدل ما يبقى الكمبيوتر ده بيتحط على المكتب، لا يبقى الكمبيوتر الشاشه بتاعته تتطبق ونمسكه في ايدينا ونمشي بيه ويروح في كل حته. والاثنين دول قعدوا اشتغلوا في البيزمنت بتاع البيت بتاع واحد فيهم، وبعد شويه لقوا نفسهم داخلين على قرار ان ايه، المشروع ابتدى يشتغل وهنسميه ايه وهنعمله ايه. وبعدين واحد فيهم قال للتاني ايه؟ لا انا ما اقدرش اكمل. ليه؟ قال له هناخد قرض كبير قوي، انا مش هقدر اكمل، اديني نصيب. راح مديله نصيب، واللي راح خد القرض ده اصبح صاحب شركه اسمها ديل. ديل دي بتاعت اللابتوب والكمبيوترز و و و تخيلوا، واحد فيهم قال انا خفت عايز نصيبي مش مكمل، والتاني ايه؟ ايه رايكم السيلف ستيم يخلي الانسان دايما يفكر في قدراته هو الشخصيه بغض النظر عن راي الناس فيه؟ كان مره في واحد موظف في صحيفه في امريكا، والموظف ده كانت شغلته الاساسيه ان هو يعمل كاريكاتير ويتحط في الجرايد والناس ايه تقرا الكاريكاتير بتاعه فتضحك. فجاه مرة راح مألف كده كاريكاتير قصة، قال بدل ما كل مرة بطلع بنكتة جديدة أنا هألف كاريكاتير صغنطوط كده، وبعدين إيه
اعمل عليه قصه كانه تمثيليه، كل اسبوع راح ننزل حاجه، وراح نعمل قط وفار بيجروا ورا بعض، وابتدى يعمل كل المناقشات بتاعه القط والفار، وسمى الفار بتاعه ايه؟ جوي. والتاني وراح مقدمها لرئيس التحرير، فرئيس التحرير قال له ايه؟ قال له ايه اللي انت عامله ده؟ لا 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 بلاش الكلام ده، ده كلام واحد ما بيفهمش، ده حاجه غيري نوت فاني خالص. الراجل راح ساحب نفسه، ساب الجريده ديت، وراح رايح قاعد مع نفسه، ابتدى يعمل الحاجات دي لوحده، وابتدى يطلع بتوم اند جيري، وطلع توم اند جيري ده كلنا اتفرجنا عليه. واحد تاني اترفض من الشغل، اترفض من الشغل عشان حاجه اسمها lack of imagination، عنده عجز في التخيل. تخيلوا مين رفضوه من الشغل بتاعه؟ عشان عنده عجز في التخيل. تخيلوا كده، وولت ديزني. وولت ديزني ده اللي هو بتاع ايه؟ بتاع ديزني لاند وديزني وورلد. طبعا طبعا مش بنعمل دعايه لحد، انا كل الفكره اللي عايز اقوله لكم ايه؟ ان السيلف ستيم، الثقه بالنفس، يخلي الانسان واثق في افكاره وقدراته على الرغم من الراي المعاهد والمعادي. ايه رايكم اما واحده جوزها يقعد يقول لها انت فاشله ومش هتنفعي ومش هتعرفي ومش هتسوي، وتقعد هي تعيد نفس الكلام وتقول انا فاشله، انا مش هعرف، انا مش هعمل؟ دي تقدر تقدم في شغل؟ تقدر تروح تعمل انترفيو؟ ايه رايكم لو واحد مراته كل شويه تقول له انت مش عارف ايه وانت ايه وانت ايه، لا بلاش لحسن ده خطر، يقدر ياخد خطوه ويعمل فيها بيزنس؟ الثقه بالنفس اسمها ثقه بايه بقى؟ بالنفس. بس لما النفس دي تكون موجوده في ايد مين؟ ايد مين بقى؟ ايد ربنا. في حاجات تمشي مع الثقه بالنفس. يقول لك اول حاجه حته ان انا ابقى حاسس بالامان. ليه؟ لان انا شايف الفكره فعلا تتنفذ، انا ممكن اعمل الخطوه دي وانا واثق ان انا عندي الامكانيات اللي اعملها، فحاسس بالامان. الثقه بالنفس تدي الانسان حاجه اسمها الايدنتيتي. صدقوني هنشوف دلوقتي بعض اقوال المشاهير عن الثقه بالنفس، تلاقوا كلام غريب خالص. يقول لك انطباعك لما تقابل واحد، مجرد ما تشوفه لاول مره، اول 30 ثانيه بتقرر اذا كان الانسان ده عنده ثقه بنفسه ولا لا. اول قد ايه؟ اول قد ايه؟ 30 ثانيه. يعني في الانترفيوهات لما الناس تروح تعمل انترفيو، اول 30 ثانيه بيبقى باين الانسان ده عنده ثقه بنفسه ولا لا. عشان كده تلاقي واحد يقعد يقول ايه، ناس تنصح الناس اللي رايحه تعمل انترفيو، يقول لك البس لبس كده فورمال شويه، وانت واقف تتكلم بص في عين اللي بيكلمك، ولما تيجي تسلم سلم سلام في ايه؟ كونفدنس، خلي نبره صوتك فيها، ما تبصش للارض. ليه؟ ما كل ده بيدي حاجه اسمها الانطباع عن ثقه الانسان ده بايه بقى؟ بنفسه. الانسان الواثق من نفسه مش خجلان، مش عايز يخبي وشه في الارض، عارف ان هو بنعمه ربنا يستطيع. عارفين في سفر النشيد الاناشيد طب النوتة كده اسمها النفس البشرية، وقابلت ربنا وبعدين قلت له ما عندي مشكلة، قال لها ايه؟ قالت له انا حاسة ان انا دايما لازم احط قناع كل ما قابل حد من ولادك، لماذا اكون كالمقنعة بين قطعان اغنامي؟ يعني ايه مقنعة دي؟ عندي خجل، بس انا مكسوف. الانسان اللي عنده ثقة بنفسه ما يربطش اجله وهو لابس ايه؟ لو لابس مقطع، لو لابس فقير، لو لابس مش عارف ايه، لو ماشي على رجليه، لو ما عندوش حاجة خالص، بس انسان ايه؟ عنده ثقة بنفسه، مش محتاج يستخبى او يخبي، لان كل الحاجات اللي بره دي ما تديلوش قيمة. قيمته الحقيقية طبعا منين بقى؟ طبعا منين؟ من جوه، وجوه ساكن مين؟ ساكن ربنا. تعريف الثقة بالنفس
هي ان الانسان يكون من الداخل راضي فرحان ومبسوط وعنده امان بغض النظر الناس بتقول ايه وبغض النظر الصوره اللي بره ايه ايه. عشان كده القديس بطرس الرسول بص للستات وقال لهم لا تكن زينتكن الخارجيه من ضفر ده وعمل ده، لا بل في الانسان الايه الداخلي. الداخلي ده يعني يعني يا ريتك من جوه تكوني سليمه، يا ريتك من جوه تكوني زي الملكه كده. كل مجد ابنه الملك فين؟ من داخل. طيب والانسان اللي ما عندوش ثقه بنفسه يقول لك هو من داخل مخاوف، في مخاوف وفي خصومات وفي بص الثقه بالنفس وعدم وجودها تخلي الانسان يرفض حتى كلمه ربنا. في ايه كده في سفر الخروج يقول فكلم موسى بني اسرائيل هكذا ولكن لم يسمعوا لموسى من ايه بقى؟ من ايه؟ من صغر النفس. ما تقعد تكلم واحد وتعمل له empowerment تقول له ما تقلقش انت ايه اللي مخليك يعني مش هتنام النهارده؟ اصل في واحد زميلك في الشغل قال عليك كلمه مش قد كده، قال انك انت عندك accent، قال انك انت ما بتفهمش، قال سوري يعني في الكلمه. يعني الشغل يقف على باب الشغل، نروح البيت موضوع انتهى. ما نمشي ليه طول الليل انا بسبب كلمه واحد قالها؟ المشكله فينا ان احنا دايما بنعتمد على الكلام اللي طالع من بق الناس، ودايما نحب نرسم صوره ترضي الناس، مع ان واحد من القديسين قال لنا كلمه حلوه. الكلمه دي تقريبا انا واخدها يعني زي ما تكون نبراس ومنهج للحياه من اول مره دعيت فيها للكهنوت من زمان. قالت الكلمه دي ايه؟ قال لا تجعل سلامك يخرج من افواه الناس. اوعى تخلي سلامك يخرج من افواه الناس. ليه؟ كلام الناس عامل زي ايه؟ زي الساعه، لا بيقدم ولا ياخر، ومعظمه كلام يجرح، ومعظمه كلام ملوش لازمه، وقليل قوي لما تكون في كلمه طالعه مملحه بملح. الانسان اللي عنده شعور بانه اقل من غيره بسبب قله فلوس، بسبب قله امكانيات، بسبب نوع العربيه، بسبب نوع الشقه، بسبب الفلوس اللي في البنك، وبناء عليه يبقى عنده رفض لقبول نفسه، وبناء عليه عنده رغبه في عدم السيطره على مشاعره، ويبتدي يدخل في حته حقد شويه. الانسان دوت عنده حاجه اسمها صغر نفس. اتربى من صغره ان اللي معاه جنيه يساوي ايه؟ يساوي جنيه. لكن انا بيني وبينكم لما بيجيني حد وعنده مشكله صغر نفس، اول مره بقعد اتكلم معاه بقعد اكلمه على حته القيمه، واقول له قيمتك انك مخلوق على صوره ربنا، قيمتك انك مسكن لروح الله القدوس، قيمتك انه اتدفع فيك ثمن غالي قوي هو اسم دم المسيح. كتير قوي اقول له انت حاجه اوثنتك. اوثنتك دي يعني ايه؟ يعني حاجه غاليه قوي، لانك انت فعلا اتدفع فيك ثمن رهيب. ده انت ابن الملك ودعاك ربنا ابنه، وربنا ادالك سلطان حتى على الشيطان تدوس الحياة والعقارب، وربنا ادالك القدرة انك انت تقف تطلب منه بروح البنوة. في احلى من كده؟ سامحوني في الكلمة، ده ولا كنوز العالم كله ايه تقدر تساوي الكلام ده. الثقة بالنفس تاني بقى، انا كل النهاردة محاضرة اسمها تعريف ايه هي الثقة بالنفس، وشكلنا هنكتفي بالتعريف النهاردة. بس معلش، ايه هي الثقة بالنفس؟ الثقة بالنفس هي شعور الانسان بالارتياح والطمأنينة والاعتزاز بنفسه وقدرته على تحقيق كل اهدافه واهداف الحياة، واحترام الانسان لذاته وتقديرها، ورؤية الشخص نفسه بأجمل صورة، وليها مظاهر كتير جدا زي التمتع بثقة واضحة. المصادر دي ايه؟
ايه مظاهر الثقه بالنفس؟ عايز حد فيكم يقول لي رضا. الرضا من اخطر مظاهر الثقه بالنفس. ايه تاني؟ الايجابيه، انسان ايجابي، مقدام. ايه تاني؟ الثقه بالنفس. ايه تاني؟ متمتع بربنا وحاسس بغنى. ايه تاني؟ حاسس باهميته بالدور اللي هو بيعمله. يعني مثلا ممكن التصوير من التيتشرز نيرفانا وكريستين وغيرهم يعرفوا الحته دي، ومريم برضه، يلاقوا في طفل مثلا، ومين تاني مدرسين هنا؟ ومارك، مش شايف مارك. يلاقوا مثلا في طفل مثلا، يلاقي لما تجيله فكره عايز يتكلم عن الفكره دي، وفي طفل تاني حتى الشغل الهوم ورك اللي هو عامله بس it is not good. ايه؟ not good enough. ده word not good enough دي دايما المدرسين يقول لك الولد او البنت دي حاسين ان هم ايه؟ not good enough. not good enough دي يعني ايه؟ يعني حاسس ان انا مش زي غيري، مش كده ولا ايه؟ وتلاقي دايما في طفل تاني كل ما تجيله فكره يقول لك ايه رايك في الفكره دي؟ انا اللي فكرت فيها. ماشي، حلو، جميل. يبقى عنده روح الايه؟ المشاركه، روح القدام، واثق بنفسه. عشان كده طب ايه رايكم؟ مين يقول رايه اسرع؟ واحد عنده ثقه بنفس ولا واحد ما عندوش ثقه بنفس؟ طب اللي اخطر من كده، ايه رايكم؟ مين يعترف بالخطا اسرع؟ اللي عنده ثقه بنفس، لانه ايه؟ انا غلطان، ايه المشكله؟ بس اشمعنى كده ان طول الوقت لازم اقول انا غلطان عشان اقول للناس ان عندي ثقه بنفسي؟ لو انا واثق ان انا مش غلطان هقول ما غلطتش، ولو واثق ان انا غلطان هقول ايه؟ غلط. هي دي الثقه بالنفس، يعني تخلي الانسان طبيعي وتخلي الانسان ايه؟ ريل. ايه رايكم؟ مين يعتذر اسرع؟ اللي عنده ثقه بنفسه يعتذر اسرع، بس مين يعتذر اكتر؟ اللي ما عندوش ثقه بنفسه. ليه؟ لانه مفترض دايما طالما في مشكله انا اللي ايه؟ انا السبب. طب ايه رايكم؟ اللي عنده ثقة بنفس ولا اللي ما عندوش ثقة بنفس ممكن يقول لك 50 سوري في جملة واحدة. أنا آسف، أنا آسف، أنا آسف، أنا آسف، أنا آسف. أنا ما عنديش. عايز يخلص من الضغط. طبعا. صدقيني أنا في ولاد أحيانا أقول له ما تقولش سوري إلا لما تكون فعلا عملت حاجة غلط. احيانا احنا كاباء وامهات بنرد في اولادنا الحته دي ونفكر ان هو ده الادب. يعني ممكن حاجه حصلت العيل قبل ما انت، طب قول سوري الاول. طب اقول سوري على ايه؟ طب ما تفهمني انا غلطت في ايه؟ مش فاهم. طب ما تفهمني، قول سوري الاول، مش هسمعك لما تقول سوري. انت كده كسرت ثقه الانسان ده بنفسه. طبعا طبعا هي احساس الانسان ده بقيمته في وسط كل المحيطين بيه بتترجم الثقه بالنفس في السلوك الطبيعي الريل، عدم الكسوف. لكن اخطر حاجه انها تكون نابعه من فين بقى؟ تصرفات الانسان نابعه من فين؟ من الداخل مش من الخارج. طبعا من ضمن المشاهير اللي اتكلموا على الثقه بالنفس هو شكسبير. شكسبير قال كلمه غريبه قوي، قال اذا كان لك ثقه بنفسك فانك ستلهم الاخرين الثقه. يجب ان تثق بنفسك، واذا لم تثق بنفسك فمن ذا الذي سيثق بك؟ يعني لو واحد ما عندوش ثقه بنفسه هيقدر يقنع الاخرين بالثقه بالنفس؟ يعني ايه رايكم؟ فاقد الشيء لا يعطيه. ايوه جزيف، اتفضل بس خذ المايك. بالنسبه لنا مش مفهوم الست. ايوه. واحد صاحبي دخل الامتحان ده وكان فيه اول مره
قال ايه بقى؟ طبعا عيط بعد كده. بس هي دي النقطة، هي دي النقطة. أيوة، في حاجة في علم النفس برضو اسمها the law of attraction. ايه law of attraction ده؟ يقول لك الانسان لو فكر ان هو محبوب من المحيطين بيه، المحيطين بيه ايه؟ يحبوه. ولو الانسان ده فكر ان هو ضعيف وغلبان وحش ومش عارف ايه، عنده false humility، محدش هيحترمه. تخيل، دي حاجة غريبة قوي. انا عايز، سامحني في الكلمة دي، هاخد اللي انت قلت ده وازود عليها حتة، انه احيانا عدم ثقتنا بانفسنا بتخلينا نغرم حاجات كتيرة قوي كان ممكن نوفرها لو عندنا ثقة بالنفس. يعني انت بتتكلم، انت عدت الامتحان مرتين مثلا. فكر اول ما جينا كندا هنا، فكنت عايز اعمل اللايس بتاعت الهندسة، وبعدين بصيت على كل ريكويرمنت، فلقيت ان انا المفروض ان انا بروح اعمل 4-5 امتحانات ومش عارف ايه، بس لقيت ان انا ممكن اقول لهم لا، انا مش عايز اعمل الامتحانات دي، انا عامل شغل اكتر من اللي انتم طالبينه هنا، فانا من حقي ان انا ما اعملش امتحانات خالص الا امتحان اللو الاثيكس بس. وبعدين حد صاحبي قال لي يا عم على ايه، ما تروح واعمل امتحانات، يعني مطلوب 5 امتحانات. يعني قلت له الموضوع مش موضوع 5-6 امتحانات، الموضوع ان انا I need the requirement، I fit the criteria. ورحت مكلم النقابه بتاعت المهندسين هنا، قلت لهم انا عايز اجي اقابلكم، قالوا لي اتفضل. فرحت رايح واخد معايا بقى ايه شغل اللي انا كنت عامله في مصر، وقعدت معاه قلت لهم انا حاسس ان انا مش محتاج اعمل الامتحانات بتاعتكم دي. قالوا لي قلت لهم هو البروجكتس الفلانيه وهو البروجكتس الفلانيه وهو البروجكتس، انتوا مش انتوا بتقولوا عايزين حد يعمل ديزاين؟ ما انا عامل ديزاين. مش عايزين حد يعمل، انا عامل كذا، وادي اسماء المشاريع وادي اللوحات بتاعتها وادي 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 وادي. حتى فاكر انا كان من ضمن المشاريع دي مشروع في الطاقه الشمسيه، والراجل اللي كان بيمتحني قال لي طب بس احنا هنا ما عندناش يعني طاقه شمسيه قوي. قلت له ده لانك انت مش فاهم، وده اللي بيمتحني اللي كان بيعمل معايا الانترفيو. قال لي يعني ايه؟ قلت له بس انت مفكر ان الطاقه الشمسيه دي تحتاج حراره. لا، هو في الاصل، في الاصل هي تحتاج ضوء. الحراره دي عشان البطاريات. وقعدت المواد كلها كانت قد ايه؟ 45 دقيقه. طلعت من 45 دقيقه دولت شايل 6 امتحانات ما عملتهمش. كل الامتحان الوحيد اللي عملته كان ايه؟ سوري في الكلمه، يعني اللي انا عايز اقوله ان كلمتك صح، وبناء عليها احنا لو الانسان عنده ثقه بنفسه هيوفر على نفسه حاجات كتير قوي. صدقني، فكلامك صح، عدم الثقه بالنفس تخلي الانسان ايه؟ ممكن يخسر. ممكن يخسر حقيقي. طيب لو انت مش واثق في نفسك، اللي قدامك هيثق فيك ازاي؟ الثقة بالنفس هي مش الاعتقاد بان كل الناس هيعجبوا بيك، لكن اعتقادك بان اعجاب الناس او عدمه مش هيأثر على ايه؟ على شخصيتك. عشان كده الانسان الواثق بنفسه ممكن قوي يغير من طريقته لو التغيير هو الصح، وممكن قوي يتشبث برأيه لو التشبث بالرأي ده هو الصح، بغض النظر مين هيوافق ومين ايه ومين هيرفض. مش المهم الناس يشوفوك ازاي، لكن المهم ازاي تشوف نفسك. الشخص الواثق بنفسه، طبعا دي اقوال بيقولوها بتاع الثقه بالنفس، يعني هو الذي يقول لا للخطا ونعم للثواب بغض النظر. يعني القديس اثناسيوس الرسول وكل ابطال الايمان، واحد زي اثناسيوس ده وقف قال ايه؟ لا للعالم كله. يا عم العالم كله ضدك، انا ضد العالم في الحق. واحد زي البابا ديسكورس، الامبراطوره تقول له انا هنفيك، هكسر سنانك، يروح مقطع القمص ده وخلاص. هو الصح صح، بس هل يا ترى واحد زي مثلا أرلس اهو وقف قال لا، وانا بقول المسيح غير مساوي لله،
طب كلامها غلط، وقعدوا معايا 318 اسقف واقنعوني كلامه غلط. بس جت هنا حته ايه بقى؟ حته غرور. هل ده ثقه بنفس؟ هذا اسمه غرور، تشبث بالراي في الخطا. الثقه بالنفس مع المهاره جيش لا يكفر. الفائز والواثق يتوقع الفوز، الكلمه اللي هي اللي انت قلتها جوزيف، ان انا داخل واثق بنفسي اطلع بالفوز. استطيع زي ما قلنا كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. الثقه بالنفس تخليني احس ان انا مميز، عندي امن وامان، عندي هويه وعندي انتماء. من مظاهر الثقه بالنفس زي ما قلنا احنا خدنا المحاضره النهارده مقدمه، معلش نخلصها كمقدمه وبعدين المره الجايه نتكلم على بناء الثقه بالنفس وعلاج عدم الثقه بالنفس. من ضمن المظاهر التفاؤل الايجابي، الاطمئنان بالنفس، السيطره على المواقف الحياتيه، المبادره والاقدام، دي مهمه. طيب اتخاذ القرار طبعا. الانسان الواثق بنفسه ما عندوش مشكله ان يكون في حد تاني معاه. والانسان الغير واثق بنفسه دايما عايز يبقى لوحده. قال انه مغرور. او انا بتكلم عن الانسان اللي ما عندوش ثقه بنفسه سليمه. عنده انفليتد سيلف استيم. مش مغرور؟ طبعا. مش عايز غير راي نفسه. ويخاف ان الناس تقرب غيره. يعني هنا الناس مثلا، مره كنت قريت عن واحد عالم يعني في الساينس. العالم ده جات له فكره غريبه قوي. قعد من سنين، هو تقريبا لسه عايش يعني. بس جات له فكره ازاي نقدر نقضي على مرض معين. انا مش عايز بس يعني اقول المرض لان مش فاكر كان سرطان ولا كان ايه بالظبط، بس انا فاكر ان انا اتفرجت على دوكيومنتري على الراجل ده. وبعد شويه قعد يكلم شركات الادويه، فشركات الادويه ايه ما رضيتش تاخد الفكره بتاعته، وده كان راجل جينيوس. وفي الاخر خالص هو عارف ان الفكره بتاعته دي ممتازه وجميله وتنجح وواثق فيها، ولو اتنفذت مش عارف ايه. من كتر ثقته بنفسه في الحته دي حس انه ايه؟ انه في كوربشن وهو مش قادر يشتغل مع في وسط الناس. فراح رايح لاثنين اصحابه قال لهم انا هسيب التدريس في كليات العلوم هنا وهروح اشتغل سواق. وراح اشتغل سواق اتوبيس. تخيل؟ وقعد 20 سنه. الاثنين اصحابه دول اشتروا منه المذكرات اللي هو كان عاملها وعامل فيها الابحاث ازاي نعالج المرض. بعد 20 سنه بيقرا في الجرايد لقى ان الاثنين اصحابه دول مترشحين لجائزه نوبل. وبعدين لقاهم باعتين له جواب بيعزموه على الحفله بتاعه جائزه نوبل. فراح وهو قاعد في الحفله وهما بيستلموا الجائزه وقفوا قالوا ان هما الاثنين ما كانش ينفع يوصلوا للي وصلوا له من غير المذكرات بتاعت مين؟ سواق الاوتوبيس ده. ايه ده؟ مين فيهم عنده ثقه بنفسه؟ بيني وبينكم كده. الراجل اللي من كتر ثقته بنفسه حس انه لقى المعلومات اللي انا بقولها دي سليمه ومش قادر يشتغل في كوربشن، ولا الاثنين اللي بعد ما وصلوا جائزه نوبل حاسس انه في شخص له حق عندهم لازم ياخد حق. مين في الاثنين؟ احنا عندنا هنا بنسرق من بعض حتى الكلام. ممكن واحد يقول فكره حلوه تلاقي واحد تاني ايه؟ سرق. الانسان الواثق بنفسه انسان عنده مبادئ. ممكن قوي هو يكبر واللي جنبه ايه؟ يكبر. ايه المشكله؟ anyway الغرور طبعا زي ما اينشتاين عرفه قال هو عكس المعرفه وهو انفليتد سيلف استيم. فرق بين الثقه بالنفس والغرور ان الانسان الواثق بنفسه انسان معتز بنفسه بس في هدوء في طمأنينه، ما عندوش مشكله ان هو يدي الكريدت لغيره، ما عندوش مشكله ان هو
نعم يسمع غيره، ما عندوش مشكلة ان هو يقبل رأي غيره حتى لو رأي غيره ده مختلف عن رأيه. لكن انسان مغرور انا ثم انا وليس الا ايه الا انا. لا ممكن الانسان المغرور لو لا يقلل من شأن غيره ده ممكن يدمر غيره، ده ممكن يطلع سمعة على غيره، ده ممكن يبوظ غيره ويرفض غيره من الشغل. كل ده ليه؟ الآن من غيره وهو ما عندوش ثقة بنفسه. قدر يجزيه خد بس المايك. أول شيء يحارب بالفكر طبعا. عندي ده بيدينا مثل عظيم في مصر في بعض الناس في طريقة مضوء أصر طبعا. البابا شنودة كان مثل رائع في الإنسان الواثق بنفسه الحقيقة، يعجبني قوي قوي قوي، ودي انا بشوفها حتى هنا وبيبقى نفسي ان انا اشوفها في اولادنا. ان الناس مثلا ممكن يدخلوا يعملوا ديبيت او بلاش ديبيت، ده لو اتنين بيلعبوا شطرنج واحد خسر بيقف واللي كسب ايه يسلم عليه بيقول له it was a good game you played very well. لكن تعالى عند واحد ما عندوش ثقة بنفسه يقول لك ايه ده واحد تافه ما بيفهمش، ده انا في عصب صبعي كده بس انا قلت خليه يلعب شويه. احنا المصريين حلوين قوي في حته في عصب صبعي. الانسان اللي عنده ثقه بنفسه يعترف بقدره غيره ويقبل غيره ويفهم راي غيره. عشان كده الانسان يعني مثلا احنا مشكلتنا حتى في الدول الناميه ايه؟ حته الوان مان شو ديت. يا مصر قعدت السنين اللي فاتت دي مش بتتقدم ليه؟ حاجتين الحقيقه، الكوربشن والوان مان شو. وان مان شو دي يعني واحد قاعد على كرسي مش عايز يسمع للمشيرين. طيب والكوربشن؟ اه كوربشن. الانسان الواثق بنفسه الخلاص بكثره ايه بقى؟ المشيرين. طيب نكتفي بالقدر ده.